بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، تداول سكاني يجري في مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الحصر وترقيم المباني، وكذلك المرحلة الثانية استيفاء بيانات الأسرة. في الحقيقة هذا التعداد السكاني يختلف عن باقي التعدادات التي أجريت في السنوات السابقة. يجي هذا التعداد بالتطورات والتكنولوجيا الحديثة، وسيكون هذا التعداد ليس تعدادا ورقيا وإنما تعدادا إلكترونيا، ترسل بياناته إلى مركز البيانات وتظهر النتائج خلال لحظات مستمرة. أن التعداد السكاني يجعل البيانات أكثر دقة وفعالية، كما أن التعداد السكاني يساعد بتوزيع الموارد بشكل عادل وفعال، وكذلك أن التعداد السكاني يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. أن التعداد السكاني يساعد بوضع خطط مستقبلية تتناسب مع النمو السكاني، وكذلك يوفر التعداد السكاني معلومات حيوية لتخطيط مشاريع جديدة وتحسين البنية التحتية. أن التعداد السكاني يوفر بيانات ومعلومات دقيقة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وكذلك فرص العمل. نرجو من عواننا الكريمة التعاون مع فرق التعداد السكاني المنتشرة في عموم محافظاتنا الحبيبة لإنجاح هذا المشروع الوطني.